سي عبد الغني مصلح، مساء الخير. مساء الخير استاذ مصطفى. مرحبا بك مرة أخرى ببطولكم. كنا درنا واحد الزيارة تفقدية في بعض الأيام، واستطلعنا على الحالة الصحية ديالك، وكنت في شي حالة شوية ما، ولكن اليوم بنت ليا شوية الحمد لله. الحمد لله، هادشي مع فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الناس وفضل الجميع اللي محبين، وفضل الجميع اللي كيزورنا واللي كيعيط علينا في الهاتف، وفضل الله اولا واخيرا، فضل الله سبحانه وتعالى. سي عبد الغني، يمكن لك تعطينا واحد خلاصة للحالة الصحية ديالك؟ كيفاش جاتك هذه الوعكة؟ وتشرح للجمهور ديالك باش يعرف شنو الأسباب ديال هذه الوعكة اللي وقعتي فيها. السبب ديال الله سبحانه وتعالى. العملية فيت اللي درتها، ولكن كي جات، لأن الأمعاء والوقت اللي درتها نجحات، وكما كنت هذه العملية كنت نديرها جوج المرات، المرة الأولى، ولكن قلت الطبيب ديالي وهذا قال لي راهي تكون إن شاء الله مزيان وهذا، ولكن الوقت اللي كنمشي ندير الكونترول وهذا هذا تيقول لي لا، راه خاصك تعاودها، لأن داك المصران التلوى وهذا، وفعلا مع السكانر والراديوات وهذا تبين لي بان فعلا خاصها دار العمليه، ودرتها والحمد لله بجاد الله سبحانه وتعالى. وكنشكر السي عبد الحق مندوزا اللي بلا ما نقدر، الشكر لله سبحانه وتعالى غادي يجازيه جزاء كبير ويجازي الجميع. وهذا المرض هذا راه الحمد لله دابا راه الحمد لله بخير وعلى خير، حيت داكشي اللي خاصو يتحيد، والحمد لله الصحه ديالي غاديه وكت احسن الاحسن، والحمد لله نهار بعد النهار كنحس براسي راني ولي كنمشي وكناكل شويه وهذا، هادشي اللي ما كانش في الاول، لان في الاول كنت امتنعت على الاكل، لان كنحس بان اي حاجه كليتها الا وغتاثر عليا وغادي نردها في الوقت في الراهن، ناكلها ونحضر اللوحه، يعني ما كتستافدش منها صحتي، ما كتستافدش منها. والحمد لله دابا اي حاجه، دابا الطبيب ديالي السي المرجاني الله يجازيه بخير قال لي بان ناكل اي حاجه الا الحاجه اللي فيها الغاز، وانا الحمد لله كناكل شي الحوايج اللي عطاني في البروغرام ديالي وفي لا ليست، هذه اللي تاكل هذه اللي ما تاكلش، وداك الشيء اللي خاصو يتكال يتكال، وهذاك الشيء اللي ما خاصوش يتكال، والحمد لله درت بداك الشيء اللي قال لي. وكنمشي ندير الكونترول يومين بعد يومين، كنمشي ندير الكونترول وكيشوفوا الصحه ديالي، وهو قال لي بان الحاله ديالك الحمد لله مزيان. سي عبد الغني، واش ما تيشدكش الحنين لملعب الابجيكو؟ اش نقول لك، سي عبد الحق مندوزا قال لي، راه عيط لي في الهاتف قال لي راه هو في السويطار في الانعاش، قال لي هو نوض، راه نوض تيرا لبس برديله ونوض تيران، هذه راه جابت لي البكيه في الحقيقه، لان 12 سنه في ابجيكو اجيال، لانه دازوا عندي اجيال اللي لعبوا في فراق وهذا. يمكن لك تقول لي اللاعبين اللي دازوا عندك والان مشهورين في فرق، لان سبق لي ذكرت بان كاينين لاعبين في الدفاع الحسني الجديدي في اولمبيك خريبكا، كاين اعطيني الاسماء، ربما ما يكونش في راسهم حتى هما بانك مريض وعلى طريق البطوله يعرفوك. نعطيك الجديد هو يونس قندوسي. نعم، كاين يونس قندوسي. يونس قندوسي في اولمبيك خريبكا. نعم، كان اللاعب جمال عمري اللي كان في تطوان الان في فريق الراسينغ البيضاوي. كاين سيدي ياسين الصالحي اللي كان معار عند فريق الراك، وكانت كي يكون في الفريق الاول كي يلعب عندي في وياسين الصالحي وزارك ربما ما لا ما فراش لان بعض الصحفيين ديالنا ما شافوه، ولكن كون قالوا له كون وعماد الرقيوي اللي الاخ والابن وهداف البطوله واحسن لاعب في المغرب بالنسبه لي، لان وجميع اللاعبين، ولكن لانه الاخ وبزاف الحوايج بلا ما نوصفوا لك وصف، الله سبحانه وتعالى اللي عالم. لان سي عبد الغني، شنو في المرض ديالك؟ عرفتي دابا القيمه ديالك في الجمهور، سواء اللاعبين اللي عندك او الجمهور ديال الفريق، واش تلقيتي زيارات كثيره من وغنقول لك واحد القضيه،
هادشي اللي جا عندي اكثر من الجمهور اللي كيجي لفريق الراسينغ البيضاوي من الدوره الاولى حتى الدوره 27 ولا واحد. تبارك الله. عندي فريق من الشبان لاحسن فريق دوزته في حياتي، لان يوميا لا في المصحه الامين او لا في المنزل الا وكنلقاهم. يعني البطوله الوطنيه عطاوني 26 لاعب باش نبدا بها العام، هادشي في الاحتراف، و 26 لاعب كنلقاها يوميا ما صباح عشيه. الدراري كيقراو، كاين اللي كيجي في التدريب ديالو، كاين اللي كيسالي من التدريب كيجي عندي، كاين اللي بزاف د الحوايج. وخلي الناس، وخلي الناس اللي خدام في الملعب، وخلي المؤطرين، وخلي الصحافه، وخلي الناس اللي بزاف بزاف الناس اللي في الوداد والرجاء اتصلوا بيا في الهاتف. وهادشي هادشي كنرتاح به صحيا. كان نهار هذا هو اللي خلاني نهار بعد نهار تتحسن، كنتحسن، تنقول باقى الوقت فيها الخير، وباقي باقي الناس في قلبهم مرحبا سبحانه وتعالى. ومن جانبنا احنا في البطوله كوم، الطاقم ديال البطوله كوم والاداريين ديال البطوله كوم تيتمناو لك صحة جيدة وتعود للملاعب ان شاء الله في وقت قريب ان شاء الله. والله يجازيهم بخير.